السيد عبد العزيز بالطريقه في سنه 2007. منذ نشاتها كانت هنا يعني عده تخصصات، حيث تمكنا نهضروا على الوقت الحالي في التكوين الاساسي. عندنا نمط تكوين اساسي، عندنا النمط تكوين الخاص، وعندنا النمط حسب الطلب. فيما يخص التكوين الاساسي، عندنا مجموع ملخص للتكوين منذ 2010 الى غايه 2016 والتكوين الحالي، حيث شهدت الملحقه تكوين بحار مؤهل 20 مسجل، من بينهم 18 هم في تربص تطبيقي على متن سفن الصيد الحرفي المهنيين. عندنا الكهروميكانيكيين، يعني شاهدنا عندنا نقص، يعني هذا تكوين لمده 19 اشهر، هذا تكوين كهروميكانيكي سنتين، عندهم سنتين، عندنا كهروميكانيكي حاليا في السنه الاولى. سنتين وش انت كواطور تكنيسيان؟ دونك سا سي لي نيفو تكنيسيان، باسكو عندهم لو نيفو ديجا لاكسي ا لا فورماسيون. كونسيرنون لي الكترو موتوريست، هادو عندهم لو نيفو 4ème اني. ديبي 2007 الى تي فورمي فوتو بيرسون كوم سا كونسيرنون. Alors dans cette discipline, nous avons 1363 déjà diplômés. Les techniciens, nous avons 370 techniciens. Hadouma, c'est des classes spéciales, ça c'est une autre catégorie. Actuellement, par rapport à la classe formation, ça c'est des professionnels à la pêche. عندنا عدة فئات، عندنا البحرية، عندنا الكهروميكانيكيين، عندنا الكفاءة في الصيد، وعندنا رؤساء السفن. فيما يخص رؤساء السفن، هادوما الوغ رؤساء السفن عندنا سيتون جوغي نورمالمون دو 4 موا، مي لي ايتالي او فيو سي دي بروفيسيونيل، دونك اون في ان بروغرام سبيسيال ليهم، خاطر كيخرج البحر ويجي باش يتكون المسافة، البعد بين مسافة العمل والمنطقة اللي هنا تاعتك. حيث يعني رانا حلينا كذلك اقسام في مناطق اخرى، يعني عندنا منطقه في تنس هنا في المرسى، عندنا بمنطقه سيدي عبد الرحمن، عندنا بواد بوسين، يعني خرجه مع الولايه تاع تبرزع. دونك كاع هاد المعطيات هادوما تتسجل عندنا، هاد الاقسام هادوما تفتح في اطار لجنه ولائيه درسوا كاع الملفات، لكن ملف اساسي اللي لازم يكون هذا التربص. ولكن هنا كي نهضروا على فورماسيون انيسيال كونتيني، هذا اذا وحده، هذا سي با في ولايه شلف، كنا اثرنا في ولايه بن عبد القادر والكريم. لا خمس فوطون يعني خاطر دير البواخرات هي بروفيسيونيل. انتو كامل تخدموا على الناس بل فرق جديد بل بسنا لنا خدمة عن الناس مش من الرئاسة ان شاء الله شو الرئاسة روحهم عندي ميكانيسيا عندي ميكانيسيا ميكانيسيا انا قاري من الناس كيف البروغرام ده كده؟ انا بنت انا عندي خواطر صعبه شوف الدوله وش هو دير خطوه نديرو 10 إذا ما كاين ما وريتش بلي في دارك مستعد باش تخدم ما تجيش تطبق عليك لا تقول لك روح لو كان باين بلي جيت الفلوس اللي توصل هنا ودي فورماسيون تقرا فلوسي وتقرا وتبذل جهد انا عليك بلي راك باغي تنجح باغي تكون مستعد ما خرجت روح تعطيك الدولة شهادة ولي أهم باش تروح لونساج ولا تروح لمؤسسات أخرى ولا تنظيمات أخرى ماشي فرجعي كلمة مدير الصيد شحال من واحد من لونساج استفاد من المساعدة أكثر من 100 واحد اللي تفهم من الكناة كلهم سيج ولونجا. التوقيت هذا مش عارف. 360 degrés.
طوناج دو 485 طن لا بروميير ايتاب اي لي ويكاج لوخرين اون كومونس ا بارتير دو موا دو مارس ان شاء الله حتى لا بيريود دابري سبتمبر ديسمبر لي كونيسور غايا كوا ماشي مليح لا كومبيان كاين لا 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 فاريتي اللي راهي فيشير نو اون لي ديبيتون عندنا اما جابر كاليتي ايترونجير نمشيو بالخبره تاعهم قبل كل كاليتي البيرسونال تاعنا باش نروحو نكونو بار لو ريسك فهمنا ديجا انت يعطيك كونتاكت تاعك هذيك لا لا اسكو في المنطقه ولد البحر سيدير عندي دي كونيسونس في البحر ومشيت قبل ما نبدا في البروجي هذا سيدير طورت ومشيت شتو انا عندي لو بروجي مام l'agrément je l'ai eu presque fin novembre 2016 l'agrément m'a la pêche après fin d'altitude j'ai eu la concession en décembre ça a été rapide grâce à Mohamed Al-Tahida c'est-à-dire je suis reconnaissant que ce soit le Saïd Al-Bahri ou la Filaha ou le domaine c'est-à-dire الرعاية تاع سيدي الوليد بيان سور كانت ليكزيكيسيون رابيد سادير ان موا دان موا جي لا كونسيسيون سي تان ركور ميم سا انا جيم سي تراس والله العظيم زيد